بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ولجميع المسلمين. قال موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا آخر كتاب القضاء، ختمه المصنف رحمه الله بباب اليمين في الدعاوى. واليمين هي الحلف، والمصنف أو الفقهاء قاطبة عندما يذكرون اليمين في القضاء يذكرونها لشقين اثنين. الشق الأول هو ضبط اليمين، إذ أن اليمين دخلت في عدة أنواع من القضاء. والشق الآخر ضبط اليمين الذي هو نوع من أنواع الشهادات. فعندنا اليمين يمينان: اليمين الثابتة، مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، واليمين هذه يمين متفق عليها، وقول الله سبحانه وتعالى فيشهدان أربع شهادات بالله، هذه يمين، ويقسمان من بعد الصلاة كذلك، هذه يمين. هذا إيش؟ هذا باب اليمين الذي هي الحلف بالله في المواطن المعهودة، فهذا يسمى باب اليمين، واضح؟ ويلحق به القسم الثاني الذي هو إيش؟ الذي هو اليمين التي هي نوع من أنواع الشهادة، التي هي إذا تذكرون في أنواع الشهادات: الشهادة التي تثبت برجلين، فإن تعذر الرجلان فرجل وامرأتان. طيب، إذا تعذرت المرأتان هل يكون رجل ويمين؟ فهذه اليمين تسمى إيش؟ تسمى يمين شهادة، هذه نوع من أنواع إيش؟ أنواع الشهادات، واضح؟ فالمراد بهذا الباب هنا هذين القسمين. القسم الأول من هذا الباب متفق عليه لأنها ثابتة بالسنة وبالقرآن. القسم الثاني التي هي اليمين نوع من أنواع الشهادات، فيها خلاف بين الفقهاء سنذكرها، واضح الباب؟ فإذا المصنف في هذا الباب الذي هو باب اليمين في الدعاوى سيذكر فيه مسألتان اثنان، واضح؟ طيب، بدأ المصنف بالمسألة الأولى فقال: اليمين المشروعة للحقوق هي اليمين بالله تعالى. طيب، هذه المسألة الأولى التي هي إيش؟ اليمين التي هي يثبت بها الحقوق. فقال المصنف رحمه الله: واليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. دللنا الآن على أن اليمين هذه يمين ثابتة في الكتاب والسنة، وهو الحلف بالله على الحق، واضح؟ طيب، المصنف هنا قال: وهي بالله تعالى، أي أنه لا يحلف إلا بالله، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة على أنه لا يعظم في الأيمان والأقسام إلا الله سبحانه وتعالى، فيقسمان بالله، فشهادتهما بالله، فالقرآن كله ما جاء في القسم والإشهاد إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يلتزم الصمت، واضح؟ طيب، الآن ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الرجل الذي شكى الرجل في الأرض،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: إذن يمينه. في رواية لمسلم أن الآخر كان يهودي كما في القسامة، فقال الرجل: يا رسول الله، هو فاجر يحلف. قال: ليس لك إلا ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهودا بالأيمان. إذ أن المدعي إذا لم تكن له هناك حجة على ما يدعيه انقلبت الدعوة إلى المدعى عليه، فيحلف إيش؟ يحلف يمينا بالله. طيب، هذا اليمين بالله الآن يعتريها، انظروا الاعتراض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه اليمين إيش؟ يداخلها إيش؟ يداخلها عدم المصداقية. فقال له: يا رسول الله، هو فاجر يحلف. قال: ليس لك إلا ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى أوقفنا هنا على هذه اليمين. ولهذا مما هو متداول الآن عند العامة، قيل للسارق احلف، إيش قال؟ جاء الفرج، عياذا بالله. لأن هنا ينتهي الحكم، فيظنه الآخر هو منفذ له، ولا والله. فإن الاستهزاء بالأيمان كما عده الفقهاء باتفاقهم من الكبائر، وأنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمينا استقطع بها مال امرئ مسلم فهو في النار. فهذه اليمين، لهذا لما كما قلنا في هذا الحديث، لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن هو يحلف، نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. واضح؟ فهي إيش؟ من الكبائر في مسألة الاستهزاء بها. واضح؟ طيب، لما جاء اكتنفها هذا النوع من إيش؟ من عدم التقوية فيها، أضاف الفقهاء لهذه اليمين مسائل يسمونها تعظيم أو تغليظ اليمين. تغليظ إيش؟ تغليظ اليمين. المصنف أشار إليها في مسألة وقال: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله، أي أنه يكتفى بلفظ الله سبحانه وتعالى. هنا يشير إلى خلاف السادة المالكية الذين يشترط اليمين عندهم أن تكون بالله الذي لا إله غيره، إذ أنه لا يصح اليمين في المذهب إلا بهذه الإضافة، وهي ثابتة في سنن أبي داود، واختارها مالك في الموطأ. واضح؟ فهذه الزيادة، رغم أن الجمهور اللي هم السادة الحنفية والشافعية والحنابلة يقتصرون في الأيمان بالله كما ثبت في القرآن، فيحلفان بالله فيقسمان بالله، كل القرآن يدل على أن الحلف والقسم بلفظ الله سبحانه وتعالى. في الحديث أضيف هذه الزيادة. هذه الزيادة في الأيمان نسميها إيش؟ تغليظ. تغليظ إيش؟ تغليظ اليمين. فقال الفقهاء: والتغليظ يدخل في اليمين من عدة أمور، في اللفظ وفي الزمان وفي المكان وفي العدد وفي الكيفية. هذه الأمور أضافها الفقهاء بعدما استقرأوا الشريعة تغليظا لهذه الأيمان كي لا يستخف الناس بها. واضح؟ طيب، نأتي إلى مسائل التغليظ. نبدأ بمسألة العدد. العدد اتفق الفقهاء على جواز أو على التغليظ في الأيمان بالعدد. وأين هو في القرآن؟ أين هو؟ أيوة، الأحكام اذكر الحكم، الله يرضى عليك، في اللحان، فيحلفان أربع شهادات بالله، والخامسة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. إذن هنا الأيمان وإن كانت واحدة، لكن لما كانت المسألة نفي ولد وإثبات جرم الزنا غلظ اليمين فيها بإيش؟ بالتكرار. فيستشف الفقهاء على أن كلما عظم القضية في اليمين كلما إيش؟
عظمت اليمين. واضح؟ إذن وعندنا كذلك في مسألة إيش؟ في مسألة القسامة. القسامة كما ثبت كم يحلفون؟ 50. والخمسين هذه إيش؟ عدد، وهو تغليظ لأنها تثبت في الجراح وفي الدماء. واضح؟ فإذن اتفق على جواز التغليظ بالعدد. يبقى لنا المكان ويبقى لنا الزمان. السادة الحنفية والحنابلة كما ذهب أهل المصنف إلى أن التغليظ لا يدخل الأيمان، بل إن دخل فيها فيدخل في أيمان الكفار، أما المسلم فلا يغلظ عليه في اليمين، وإن كان الخلاف في داخل المذهب، لكن المشهور من مذهب الحنابلة والسادة الحنفية على أنه لا يغلظ في اليمين ويكتفى بنص القرآن. السادة المالكية والشافعية يرون لا، يرون أن التغليظ يدخل في الزمان ويدخل في المكان. قالوا أما المكان، أو نبدأ بالزمان، نجد أن التغليظ في الزمان ثبت في القرآن عند قول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، من بعد الصلاة فيقسمان. اتفق المفسرون هنا أن بعد الصلاة هي صلاة العصر، فهذا تغليظ إيش؟ في الزمان. وإلا لو لم يستشف منه التغليظ لحلف في أي وقت. طيب يبقى لنا لماذا سواء الكافر أو المسلم يحلفان في هذا الوقت؟ لعدة أمور. سبحان الله، قالوا بأن جميع الشرائع تحترم عدم انتهاك الحرمة في بعد صلاة العصر، يعني بعد العصر. ديانة، لو تذهب إلى الديانة حتى اليهودية والنصرانية، أن تعاطي المنكرات في هذا الوقت ديانة لا ينبغي، ونحن عندنا كذلك في الشرع. والذي يقوي هذا أن الأعمال ترفع لرب العالمين، أعمال اليوم ترفع بعد العصر فيجتمعان في صلاة المغرب كما في الحديث الذي سبق أن تبيناه، وعادة لا ترد دعوة بعد صلاة العصر. واضح؟ فهذا تغليظ في الزمان لجئ إليه عندما ماذا؟ عندما تخف الأيمان عند الناس، فلجئ إلى التغليظ. طيب هذا أين قلنا؟ في الزمان. نأتي إلى مسألة المكان. المكان إذا كان مكة كما قال الإمام الشافعي فيحلف بين الركن والمقام، وأما إذا كان في المدينة كما قال الإمام مالك فيحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، وهذا ثبت حتى في الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا عند منبري وهو فيها كاذب فله فعليه كذا. واضح؟ فإذا المكان الذي هو مسجد رسول الله وعند منبر رسول الله، هذا المكان. أما قالوا إذا كان في القدس فعند الصخرة صخرة بيت المقدس، وأما في بقية البقاع فيحلف في الجوامع الكبرى، فيحلف في الجوامع الكبرى. وهذا كله من باب إيش؟ من باب التغليظ، لأن الناس عادة قد تستخف باليمين، لكن إذا جاءت فيها ملابستها قد إيش؟ قد يلتزم بذلك. طيب قلنا إذن التغليظ في اللفظ وقاله المالكية، والتغليظ في الزمان والمكان وقال به المالكية والشافعية، والعدد قال به كل الفقهاء، ويأتي معنا إيش؟ التغليظ في الصفة، وهو الحلف على المصحف. الحلف على المصحف هو يمين، لكن نأتيه بكلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته. واضح؟ فيجوز الحلف به والحلف عليه. وإن كان الفقهاء كما قال الإمام الشافعي، قال: أدركت بعض فقهاء أهل اليمن يحلفون الناس على المصحف ولا أرى به بأسا. بقية المذاهب لا يرون أن التحليف بالمصحف ليس جائزا، وإنما ليس بقائم، لأنهم لم يكونوا يظنون أن الناس ستتهاون في اليمين. ترى كلما امتد بالناس الزمن كلما خفت، كما سبق أن بينا في الدرس السابق في الشهادة. الآن في كثير من المحاكم تذهب تجد أناس جالسين عند المحكمة، إذا تريد شهادة يعطونك شهادة، استخفاف بها. واضح؟ فكذلك الاستخفاف بإيش؟ استخفاف باليمين. فلهذا كلما وجد هذا النوع من الاستخفاف أحدث الفقهاء أو القضاة ما يرونه الناس معظما من أجل حرمة هذه اليمين. واضح؟ طيب إذن هذه اليمين التي قلناها هي
اليمين التي في الحقوق، وذكرنا صفتها وذكرنا ما يشرع فيها من التغليظ. قال المصنف، أعيد ماذا قال؟ اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا. طيب، سواء كان الحالف مسلم أو كافر. الشهادة يشترط فيها أن يكون عدلا، مسلما، ثقة، ضابطا، بالغا، حرا. هذه كلها شروط إيش؟ شروط الشهادة. أما اليمين فاليمين هنا هي يمين الحقوق، ويمين الحقوق هذه لا يشترط فيها تلك الشروط. فلو ادعى رجلا على كافر أنه اقترض منه مالا، وقال الكافر أنا ما اقترضت منك، فقال القاضي للمسلم أثبت يمين دليل أو بينة بأنك إيش أقرضته، قال ما عندي بينة، فماذا يفعل اليمين؟ فلا يمكن أن يقول هذا كافر فلا يحلف. نقول لا، لما كانت يمين حقوق فاستوى فيها الكافر والمسلم في الحلف، إلا الصبي، الصبي يرجى إلى أن يكبر لأنها لا تصح منه الأفعال. واضح؟ طيب، طيب سنأتي لها. هو المصنف قال الكافر، والكافر إذا أطلق دخل فيه إيش؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله، فإذن أهل الكتاب وأهل اليهود والنصارى يطلق عليهم لفظ إيش؟ الكفر في لغة القرآن، أو الذي لا ملة له. فأما الكتاب والنصراني فاتفق الفقهاء على أنه يحلف بما يعظمه، فيقول أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. واضح؟ لأنه إيش؟ لأنه يعظم ذلك، لكن لابد أن يأتي إيش؟ بالله، لأنهم الديانات تتفق في الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا دين له كالمجوس وكعابد الوثن فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بما يعظمه، فيحلف بالذي خلقه أو بالذي رزقه وأطعمه، فإنهم يثبتون الربوبية لله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق وفي مسألة الخلق والإيجاد. واضح؟ فإذن هذه اليمين يستوي فيها الكافر والمسلم. واضح؟ طيب، هذه اليمين التي هي يمين الحقوق، وخاصة عندما ينفي الإنسان عن نفسه ذلك، اتفق الفقهاء على المشروعية والجواز، أي أنه يجوز للمسلم أن يحلف إذا توجهت عليه يمين جوازا. طيب، ولكن هل الأفضل الإتيان باليمين أو تبرئتها؟ واضح المسألة؟ الآن رجل ادعى على رجل مسألة، فعند القاضي إذا لم تقم هناك بينة سيحلف إيش؟ المدعى عليه اتفاقا. واضح؟ طيب، هل في حقه الجواز اليمين، بل هو مطالب باليمين، لأنه إذا نكل ستنقلب القضية ويصير الآخر يحلف ويستحق. طيب، حلفه لليمين هل الأفضل له الأفضلية أن يحلف أو يبرئ؟ خلاف بين الفقهاء. السادة الحنابلة الذي منهم المصنف يرون أن الإبراء في اليمين أفضل، وسبب الخلاف في الأفضلية أن الفاروق رضي الله عنه توجهت إليه يمين فحلف، وعثمان رضي الله عنه ذو النورين توجهت له يمين فما أراد أن يحلف وبرأ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك. والسبب في ذلك أن هؤلاء الفضلاء الصالحين كانوا يرون أن هذه اليمين، علي بن أبي طالب في العراق دعي عليه شيء فما أقام الذي ادعى عليه بينة فتوجهت إليه إيش؟ إليه اليمين، قال أنا لا أحلف وأعطيه الذي قال. فقيل له لما فعلت يا إمام؟ قال أخاف أن أحلف يمين وأنا فيها صادق، يعني هو مع الله سبحانه وتعالى ليس له إلا الخير وهو محق فيها، قال أخاف أن تصادق يميني قضاء الله سبحانه وتعالى فأتهم. يعني هو ممكن يحلف يمين فيكون قدر من قدر الله أن يموت ابنه
أو أنه يقع له شيء فتتوجه إليه التهمة ما وقع به ذا إلا ليمينه التي حلفها. واضح؟ فحتى ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ ماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعال إنها صفية زوجتي. قال: أفيك يا رسول الله؟ قال: لأن الشيطان يجري. ترى الشيطان جاثم، وخاصة سبحان الله من حيث المسلم على المسلم، ولهذا لا بد أن يراقب الإنسان قلبه جهة أخيه. يقول الحسن البصري قال: منعت قيام الليل نصف شهر لظن ظننته بمسلم، دخلت المسجد فرأيت رجلا يصلي وهو على هيئة خاشع، فقلت: هذا يرائي بهذه الصلاة. قال: هذا في قلبه. فمنع القيام الليل 15 يوما. والشيطان أكبر باب يدخله علينا مسألة الشبه، ليس الشبه علينا وإنما الشبه إيش؟ الشبه على الآخر، لهذا على المسلم. لهذا عد سلامة الصدر على المسلمين باب أوسع من دخول الجنة، كما في صحيح مسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قال: سليم الصدر على المسلمين، أي أنه لا يكن لهم إلا الخير. أما الذي هو أصلا يتربص ويتلمس تلك، فالشبهة سهلة أن تقوم عنده. واضح؟ لهذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم في القرآن وأنزل براءة عائشة رضي الله عنها، إيش قال في لا في الآية لا في نهايتها: ما كان لنا لولا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هذا يعني ما ينبغي أصلا أن يتلفظ به. لماذا؟ لسلامتي للأصل في المسلم السلامة. والقصة مشهورة، قصة أبي الدرداء لما دخل على زوجته وهي في البخاري، قال لها: أسمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قالت: نعم. قال: ما قولك لو كنت أنا؟ قالت: ما أرى فيك ذلك. قال: والله إن صفوان لأطهر مني. ثم قالت له: وما رأيك في الذي قال الناس في عائشة؟ قال: ما أراه. قالت: ووالله إن عائشة لأطهر مني. يعني مثل ما تستبعد عن نفسك التهمة، إذن لابد أن تنزل منزلتك منزلة أخيك. لهذا سئل أحد الحكماء، قيل له: كيف تعامل الناس؟ قال: أعاملهم بمثل ما أريد أن يعاملونني به. أما تريد أنت إذا قابلك الرجل أن يبش في وجهك ويسلم عليك ويحترمك؟ فمثل ما تريد منه أعامله أنت به، فكذلك مثل ما أنت تريد ألا يتهمك أحد، فلا بد أن تكون إيش؟ تكون سليم الصدر على المسلمين. جرنا إلى هذا كله هو مسألة إيش؟ مسألة هذه اليمين، هل الأفضلية فيها التبرئة أو الأفضلية الإقامة؟ على مذهب عثمان رضي الله عنه واختاره السادة الحنابلة هو أن تبرئتها أولى من باب إيش؟ من باب درء الشبهة. وأما الجمهور فيقول: لا، إقامتها أولى لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن عدم إقامتها هو تضييع للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هذا مالك وهو ما أتى بالبينة، وأنت تجزم بأنه مالك، فإذا لا تضيعه من أجل يمين. هذه مسألة. والمسألة الثانية قالوا: من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأنك أنت لو ما حلفت هو سوف يستحق مالك ظلما، فحتى تنجيه من أكله لمال للحرام تحلف له ذلك خوفا عليه. واضح؟ طيب، وصل. ويجوز القضاء من لفظة ويجوز أكملنا المصنف المسألة الأولى التي قلنا اتفق الفقهاء على اليمين. قلنا هذا الباب فيه قسمان، صح؟ القسم الأول الذي هو اليمين المشروعة انتهينا منها، سيبدأ لنا الآن في مسألة أخرى من الأيمان التي هي نوع من أنواع الشهادات، وهي اليمين التي إذا قامت البينة ولم تكن كافية جاء الشرع وأضاف إليها نوع استبدال. فقال المصنف: ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين. طيب، ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد
ويمين. سبق أن بينا أو أن الله سبحانه وتعالى في الأموال إيش قال؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. إذن الأصل في الأموال إيش؟ بلفظ القرآن، فإن تعذر الشاهدان جاء شاهد وامرأتان وانتهت المسألة. واضح؟ إذن هي نوع نزول، صح؟ طيب، هل في هذا النزول في إثبات البينة ينتهى هنا أم لا؟ السادة الحنفية قالوا نعم، بشهادة القرآن أنه يشترط دائما رجلان، إلا في مسألة الأموال أدخل امرأتان، فنقول لا يجوز القضاء بالشاهد إلا إن كان شاهدان أو شاهد وامرأتان. على مذهب الحنفية لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بنص القرآن، واضح؟ يقابلون مذهب جمهور الفقهاء الذين هم السادة المالكية والشافعية والحنابلة قولا واحدا في المذهب، على أنه فيما يرجع إلى المال، فيما هو مال أو يرجع إلى المال، يجوز فيه الأصل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، فإن تعذر ليس اختيارا. أما الرجل والمرأتان فهو اختيار، واضح؟ يعني ممكن لو في مسألة شهد رجلان وامرأتان، فالمدعي هو بالخيار، إما أن يأتي بالرجلين أو يأتي بالرجل والمرأتين، واضح؟ طيب، إذا تعذر هذا الأصل قالوا ينقل إلى الأصل البدلي وهو شاهد ويمين المدعي، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ولكن لم تبلغ من الصحة مبلغ اليقين، فهي في السنن من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، ولهذا البخاري ولم يخرجها، مسلم أخرجه متابعة، لم يخرج البخاري حديث اليمين الشاهد واليمين. فلهذا السادة الحنفية الأحاديث التي وردت في هذا لم تقوى عندهم من حيث الاستدلال، فتمسكوا بإيش؟ بنصوص القرآن الصريحة في ذلك. أما الجمهور لما كان عندهم هنا الأصل أنها إيش؟ لما أصلا الأصل في القرآن شاهد ثم نقلنا إلى شاهد وامرأة، دل على إيش؟ على أن فيه مسألة فيها أخذ وعطاء في مسألة الأموال، فإذا تعذر الرجلان كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء قضوا بشاهد واليمين إذا تعذر ذلك، واضح؟ طيب، سنأتي أحفظها عندك. الآن إذا أردنا أننا نؤصل إلى المسألة من الناحية الأصولية، الأصولية أي أنها أصول فقه الفقه ليس أصول الفقه، الشرع طالبنا بالبينة، والبينة هي إيش؟ رجلان عدلان، صح؟ طيب، إذا لم يكن هناك رجلان ماذا نقع؟ لا، ليس هناك بينة، ستنتقل اليمين على المدعي. إذن مدخل اليمين في إثبات الحقوق موجود، صح؟ طيب، الأصل براءته، كان الأصل ألا يحلف أصلا. أنت الرجل لما يدعي على رجل أنا فلان أقرضته ألفا وما عندي بينة، الأصل أنني أقرضته لما أقرضته، ما أقرضته، لأن الأصل أن ذمته بريئة، ولكن لوجود الدعوى ولم تقم هناك بينة لم يكتفى بالأصل، فأضيف له إيش؟ مع أن الأصل معه البراءة لابد أن يحلف اليمين، واضح؟ طيب، نأتي هنا إذا جاءنا شاهد واحد، الأصل يثبت الحق بشاهدين، جاءنا شاهد واحد والآخر الأصل براءة ذمته، طيب بمجرد ما جاءنا شاهد وهو عدل إذن اختلت براءة ذلك، صح؟ ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن ندينه لأن البينة لم ترقى إلى الإدانة التي هي الإدانة الشرعية، واضح؟ فإذن المسألة إيش؟ متكافئة.
فرجعنا إلى أصل الشرع وقلنا لما جازت اليمين في النفي مع البراءة إذا لم تقم البينة قائمة كاملة جاز أن يضاف إليها اليمين هنا. واضح مسلك الجمهور كيف خرجوا؟ وهو مسلك وجيه، مسلك إيش؟ وجيه. وبهذا قضى فقهاء الأمصار. إلا أن المتتبع لكتب القضاء يجد أن خاصة فقهاء الأندلس يجد أنهم كانوا فيه تحرج في هذه المسألة، وخاصة أنك تجد أن القرآن صرح بشاهدين، فكان بعضهم إذا استراب لا يقبل ذلك، أو إلا إذا كان الشاهد شاهدا مبرزا. أنتم تعلمون في الشهود فيه الشاهد العدل وفيه شاهد إيش؟ شاهد مبرز، وهو المبرز هذا الذي بلغ مرتبة عند الناس في الأمانة والصدق، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ كأن يكون أعلم رجل في المدينة وهو رجل صادق وعلم عنه ذلك، هذا إيش؟ هذا يكون مبرز، واضح؟ يعني هو كامل العدالة. فكانوا يقولون إذا جاءني الشاهد المبرز آتي معه بيمين، أما والشاهد والآخر أصلاً كما قال الإمام مالك إن المخاصم رجل سوء، أصل الذي يلجأ إلى هذه إلا والديانة إيش؟ مدخولة. فكان القضاة إيش؟ يتحرجون من ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد بالشاهد واليمين. نحن نمشي مع قول المصنف، وهو أنه يجوز القضاء بالشاهد واليمين إن تعذر الشاهدان أو تعذر الشاهد والمرأتان، واضح؟ في الأموال أو ما يؤول للمال، إذن لا تثبت في الحدود ولا تثبت في القصاص، واضح؟ فيكتفى فيها بهذا. طيب، إذا قلنا بأن اليمين نابت مناب الشاهد الشاهدان، فهل تنوب منابة الشاهد والمرأتين؟ الحنفية أبعدناهم لأنه لا يرون أصلا بهذا، وهذه من أكبر المسائل التي وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية فيها، مسألة اليمين مع الشاهد هل تقبل أم لا، وبينهما في كتب الفقه وكتب الخلاف من الأدلة ومن الآثار العجب، واضح؟ طيب، انفرض السادة المالكية وقالوا بما أن اليمين دخلت مع الشاهد والشاهد هذا دخل عليه المرأتان جاز في الأموال أو ما يؤول إليها أن تكون المرأتان مع اليمين، وبقي السادة الشافعية والحنابلة على الأصل وقالوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وهو خلاف الأصل لأن الأصل إيش؟ شاهدان، فنبقى على هذا ولا مدخل لليمين مع المرأتين، واضح؟ فعلى قول المالكية هم مشوا على التنزيل الذي قلناه، أما على الجمهور فقد توقفوا عند النص، واضح؟ هذه مسألتك التي قلت، راجع أعد. ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، وهو حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وهو في سنن أبي داود، وقال الدارقطني إسناده جيد. وقلنا إن المصنف رحمه الله يلجأ مرة إلى سوق الأدلة من باب التدريب، وخاصة المسائل التي هي إيش؟ يقشع فيها الخلاف فيأتي بها، فقال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، واضح؟ طيب، واصل. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. طيب، قال المصنف واليمين كلها على البث إلا يمين النفي على فعل غيره فهي على العلم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الفقهاء اليمين على قسمين، إما يمين إثبات وإما يمين نفي، وكل واحد منهما إما لنفسه وإما لغيره. فإذا كم عندنا من أنواع اليمين؟ أربعة. يمين إثبات لنفسه، والله بعتك سيارتي، هذه إيش؟
إثبات لنفسي، إثبات لغيري. والله باعك أبي سيارته، واضح؟ ثم ننتقل إلى الجهة الأخرى، يمين النفي، والله ما بعتك سيارتي، والنفي والله ما باعك أبي سيارته، واضح؟ إذن عندنا أربعة. المصنف شمل لنا، قال الثلاثة الأولى اللي هي يمين النفس إثباتا ونفيا، ويمين النفي للغير كلها على البت، أي على نفي الفعل. إيه؟ اثنين للنفس والنفي، لا اثنين النفس كلها، كل ما يحلفه الإنسان على نفسه سواء نفيا أو إثباتا فهو للبث. يعني لما يحلف قال الآن خلاف، هل أخذت منك أو لم تأخذ؟ قال طيب نأتي نبسط، أدعيت علي في القضاء لا سمح الله أنني اقترضت منك ألفا، طيب ولم تقم البينة، فسوف أحلف لك أنا أمام القاضي أنني ماذا؟ أنني ما أخذت. الآن سوف أحلف أنا على نفسي سواء إثباتا أو نفيا. قال المصنف وهذا باتفاق الفقهاء، اليمين إذا كانت من النفس نفيا أو إثباتا لابد تكون على البث، لأنه هو أعلم بنفسه. ما معنى البث؟ يعني ما أخذت. وإذا كان على الغير فهو كذلك في ماذا؟ اقرأ الجملة. إلا والأيمان كلها على البث، إلا اليمين على نفي فعل غيره. إلا على يمين نفي فعل الغير، يعني في النفي. أما فعل الغير إثباتا له هي ملحقة بكذا. يعني عندما أقول لك والله أبي ما باعك سيارته، هنا أحلف إيش؟ عن بث قطعي. لكن أن أبي ما أخذ منك، ما أعرف، أنا الذي أحلف على علمي، أنا لا أعلم بأن أبي أخذ منك، لأنني لا يمكن أنني أنفي فعل الغير إلا علمي أنا، لكن لا أنفي فعله هو. استوعبتم؟ لا، نفي العلم. يوجد نفي البث على البث ولا نفي العلم؟ يعني أنا نفيا وإثباتا مني لك بثا، يعني أنا أحلف بأنني ما أخذت منك قطعا، ما أخذت منك. و لا، ما باعك هذا نفي، ما أخذ منك لا 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 على الغير. الغير أنت، الغير إما أن يكون دعي عليه شيء، بأن أبوك باع لي سيارة، تقول لي بما باع؟ أبوك اقترض. لا، هو اقترض، نعم، أنا أحلف بأن أبي اقترض منك لأنني رأيته اقترض، لكن أبي ما اقترض منك، أنا ما رأيته ما اقترض، لكن علمي أنا أنه ما اقترض، لكن في واقع الحال ممكن يكون اقترض ولا أعلم. فلهذا إذا كانت اليمين على الغير في نفيها فيكون في العلم فقط، وإلا لا يحلف الإنسان بالشيء الذي لا يعلم. هي وما شهدنا إلا بما علمنا، وكذلك ما نحلف إلا بما علمنا، في جميع المسائل بتا، إلا في مسألة إيش؟ نفي فعل الغير، واضح؟ وهذه المسائل الأربعة باتفاق الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن اليمين التي هي عند القاضي مبناها على البث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. أنتم تعلمون الأصل في اليمين نية من؟ المحلوف له، المستحلف. نأتي هنا إلى مسألة اليمين، هل هي يمين إنسان لنفسه ولا يمين مطالب بها لغيره؟ فإذا كانت يمين الإنسان لنفسه فهذه الأصل فيها نيته، يعني أنت رجل تزاعل مع زوجته وقال والله ما أكل أكلك، طيب إيش هو الحكم؟ لما يذهب إلى القاضي وإلى المستفتي يقول له تعال لما حلفت إيش تريد؟ قال أنا نويت ما أكل أكلها فقط في الغداء لأنه تخاصمت على الغداء، فيقول له فإذن يجوز أن تأكل من العشاء. هنا صدقناه في ماذا؟ في يمينه.
طيب، أما إذا جاء عند القاضي وادعى عليه رجل أنه ما أخذ منه 1000 دينار، قال والله ما أخذت 1000 وهو أخذ 2000، قال أنا لكن حلفت غير على 1000، فهنا اليمين على إيش؟ على ما يصدقك به صاحبك، ليست العبرة بنيتك وإنما ما وجهت إليك فيه، لأن قد يواري ويدلس الإيمان الإنسان في يمينه، فالتدليس ينفعه في إيش؟ في يمين غيره. أما يمين الحقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينك على ما يصدقك به غير صاحبك، فصاحبك نفي للعلم، يقول لك أنا ما أخذت 10 لكن أنا أخذت 5. طيب هنا مسألة الأقل ومسألة الأكثر تنفعك إذا كنت في نفسك، أما إذا كنت بيمين وجهت إليك من طرف خصمك فهي على ما قال صاحبك، وتعتبر بها يمين غموس إن كان فيها الكذب ولو كان فيها تورية. واضح؟ طيب اقرأ شيخ. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت. طيب هنا هذه مسألة جرها المصنف في مسألة نيابة عن اليمين وفي مسألة إقامتها، قال عندنا مفلس وعندنا ورثة. المفلس هو الذي زاد دينه على ماله، وسبق أن بينا في كتاب الإفلاس، واضح، وهو أن يدعي عليه الغرماء، فكثير من الناس ماذا يلجؤون إلى إيش؟ إلى تخبية بقية الأموال حتى ما يسدد، واضح. فقال المصنف المفلس إذا أقام الشاهد أن ليس له من المال إلا الموجود، يعني ما هو مخبي، جاز له أن يحلف اليمين. وكذلك الورثة على الميت، لأن هذا المال يحلفون عليه لأنه بعدين هم إيش سيرثونه، فهي مسألة مالية، واضح. فقال المصنف المفلس والورثة يحلفون على مال الميت يصح، لأنها تكون شاهدة بوجود الشاهد ومع يمينهم، واضح. وهذه من المسائل أنا استغربت لماذا المصنف أصلا جاء بها هنا، والإتيان بها في هذا المكان ليس بقائم. انظر ماذا قال، اقرأ الجملة. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد، شوف، كان للميت أو المفلس له حق، صح، وماذا؟ وله شاهد، إذن هو لا يستحقه لأنه يوجد شاهد، فنحتاج إلى ما إيش؟ نحتاج إلى يمين، واضح. فماذا نفعل؟ حلف المفلس. طيب المفلس وغير المفلس كلهم مستوون في ذلك، كما قاضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، واضح. والورثة كذلك لأن معهم شاهد فيستحلفون يمينهم، واضح. طيب فالمسألة أصلا هي مندرجة وإفرادها لا يوجد له معنى فيما ظهر لي والعلم عند الله، وإن كان ما قاله المصنف أولى، لكن لم حتى الشراح لما جاءوا هنا إلى هنا لم يأتوا بشيء زائد. حتى إذا تقرأ ماذا قال ابن بدران، اقرأ الجملة، انظر ماذا قال الشارح. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، بس فرجعنا إلى إيش؟ إلى المسألة الأولى. أيوة واصل. وإن لم يحلفوا فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. طيب هنا واحد مفلس وجاء شاهد معه، الشاهد سوف يحلف على علمه، لكن كون المفلس راح خبى فلوس هو ما يعرف، ويعرف بأنه ليس له إلا هذا المال، لكن أموال أخرى أنا ما عرفت، فينفي، يحلف على إيش؟ على نفي علمه لا على الواقع. طيب إذن عندك شاهد، الغرماء يقول لا عنده أموال وهو مخبيها. طيب هو عنده شاهد، إذن نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى يمين. هو ما أراد أن يحلف، قال أنا لا أحلف، فهل تنقلب هنا اليمين؟ قال المصنف الغرماء إذا أراد أن يحلفوا لا يحلفوا. لماذا؟ ولا بيقدروا بيبتوا انه معه ولا ما معه، يعني ليس موجود لا العلم ولا البت.
هذه في نوعها، لكن هم يعلمون مثلا، إذا كان يعلمون وجود الشاهد، لا هم ليسوا معهم شاهد. الآن إحنا سبق أن إحنا متى تقلب اليمين، متى تقلب وتمشي للطرف الثاني؟ عندما عدم اكتمال الشهادة، لما ما بيحلف، ما في بين النكول، حقوق المالية. قربته، ماذا قلت؟ الله يرضى عليك. أن نحن الآن أصل اليمين مدخلها إيش؟ المال، أو ما يؤول إلى المال. طيب الغرماء الآن هم لما يحلفوا، هل يحلفوا على مالهم؟ هم يحلفوا أن له هو مال، حتى بعدين يستحقوا مالهم، فهم لا يحلفون على مالهم، وإنما يحلفون على أن هو له مال، واضح؟ فهم يثبتون إليه شيئا. واليمين أصل هي من أجل إيش؟ من أجل المال الذي للإنسان أو ما يؤول إليه، وهنا هي عبارة عن إعمار ذمة، واضح؟ فلهذا هم لا يحلفون، لا تنقلب إليهم اليمين، لأن الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها أنها ضعيفة. لماذا يقع الانقلاب في اليمين؟ لأن الآخر يحلف على ذمته بالبت، فهم الآن يعكسون، يريد أن يحلفوا على أن ذمتهم مشغولة، واضح؟ والحلف على الذمة المشغولة أصلا من غير هذا الباب لا ينبغي. لهذا أنت إذا ما أقمت البينة، هل نقول لك احلف بأن فلان أخذ منك؟ لا، نقول هو يحلف على عدم ذلك، واضح؟ طيب أعد المسألة. وإن لم يحلفوا فبدل الغرماء اليمين لم يستحلف، لم يستحلف أي لم يقبل يمينهم في ذلك، واصل. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، نعم، أي أن اليمين ضعيفة فهي متعلقة بكل حق، فلو جاء رجل وقد اقترض من هذا 500 ومن هذا 1000 ومن كذا، ثم قال كل هؤلاء أنا ما أخذت منهم شيء وهم ليست لهم بينة، وكثير من الناس يفعل ذلك، استأذن من فلان ومن فلان ومن فلان، والناس أعطوه على إيش؟ على، فإذا به جاء به إلى القاضي وغرماؤه معه، قال شوف أيها القاضي أنا هؤلاء كلهم أعطيهم يمين واحدة وأبرأ، قال لا، اليمين ضعيفة، لا بد أن يحلف يمينا لكل واحد، واضح؟ اقرأ، أعيد ماذا قال. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد إيش؟ لكل واحد يمين، لأنها لا تشترك. أيوة، واصل. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا، لم يقبل منه إلا أن يرضوا، لأن أصلا اليمين تتوجه إذا رضيها الآخر، هو القاضي لا يطالب الشخص باليمين إلا إذا قال الآخر احلف لي، لأنها هي من الحقوق، واضح؟ فلما يقول له فلان أخذ مني 1000، هل لك بينة؟ قال ليس لي بينة. طيب وأنت تقر له؟ قل لا أقر. طيب هل تريد أن يحلف لك؟ لأنه إذا حلف بريئة، فلو جئت بعدين بشاهد لا عبرة به، فلهذا أنت في خير من أمرك، فهل يحلف لك أم أنك تذهب وتنظر في دفاترك، واضح؟ فإذا برئ انتهيت القضية، واليمين على من أنكر، وهو أنكر وحلف يمين فانتهت المسألة، واضح؟ فإذا الآخر طلب باليمين حلف، فلهذا لو رضوا كلهم بيمين واحدة منه إذا اجتمعوا جاز ذلك، لأن لهم الحق ألا يطالبوا أصلا بها، واضح؟ واصل الشيخ. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، فكذلك اعكس المسألة، إذا كانت ليست للأشخاص وإنما في الحقوق، وأعطاه مرة 500 ومرة أعطاه كتابا ومرة أعطاه أعاره شيء، فنفى كلها، فلا يمكن أن يحلف يمينا واحدة أنه ليس له مني شيء، لا، لابد أن يحلف على كل مسألة ادعي عليها يمين، واضح؟ لماذا؟ لأن اليمين إيش؟ اليمين ضعيفة في حد ذاتها، واصل. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. طيب هذه آخر جملة ختم بها المصنف، وقال إن الأيمان خاصة بحقوق الآدميين، فلا يحلف في حق الله ولا يحلف في قصاص،
إذا أردنا أننا نفصل، أنتم تعلمون الحقوق حق لله وحق للآدمي. حق الآدمي على قسمين، إما مالي أو ليس بمالي كطلاق ونكاح وعتق. فأما إذا كان حق مالي فاتفق الفقهاء على دخول الأيمان هنا، واضح؟ ثم نمشي إلى حقوق الله. حقوق الله سبحانه وتعالى إما قصاص أو غير، إما حدود أو ليست بحدود أو ليست بحدود. فأما الحدود فاتفق الفقهاء على أن اليمين لا تدخل فيها. إذن عندنا اتفاقين، اتفق الفقهاء على أن الأموال، أن حقوق الآدميين المالية أو ما يؤول إلى المال دخلت فيها اليمين، واتفقوا على أن حقوق الله سبحانه وتعالى التي هي حدود محضة، يعني مثلا عندنا في الزنا جاء اثنين وقالوا نحلف، فالسارق جاء بسارق وقال أنا أحلف معك بأنه هو سرق مني، فما هي حدود لله؟ اتفقوا على لا مدخل لليمين فيها. فيبقى معنا إيش؟ حقوق الآدميين غير المالية، وحقوق الله غير الحدود التي هي قال هي العبادات. المصنف وهو مذهب الحنفية ومذهب الكثير من المالكية والحنابلة لا مدخل للأيمان فيها كالعبادات وغيرها، يعني إنسان جاء به للقاضي وقيل فلان ما صلى، فلا يقول له احلف بالله بأنك صليت، لا تدخل الأيمان في العبادات، واضح؟ أو مثلا في مسألة الزكاة قال إنسان أنا زكيت، قال لا أنت ما زكيت، كما هو لأن هذه مسألة يصح فيها التخاصم لأن الساعي هو الذي يجمع فيدعي، فهنا دعوة. لهذا الشافعي رحمه الله قال إذا ثبتت الدعوة جاز دخل اليمين فيها. الشافعي يعلق على قيام الدعوة. الصلاة لا يمكن أن تدعي عليه، لكن الزكاة وأنت ساعي يمكن أن تقيم دعوة لأن أنت مكلف بأن تأخذ منه الزكاة. فلما جاءت الدعوة قال إذا قامت الدعوة صحت اليمين. الجمهور قالوا لا، ولو كانت دعوة لكنها حق لله فلهذا لا دخل لها به، فيكفي أنه إيش؟ لا يكلف اليمين. كذلك مثلا حولان الحول، جاءه الساعي وقال أخرج مالك، قال لا لسه ما حال الحول، قال لا حال الحول، فرفع إلى القاضي فلان ما زكى لأنه ما حال الحول، فلا يطالب، فالقول قوله لكن من غير يمين، واضح؟ لأن الناس مؤتمنة على عباداتها. فقال ولكن قال الإمام الشافعي إذا صحت الدعوة دخل فيها اليمين. كذلك مسألة إيش؟ مسألة الطلاق، جاء رجل وقال فلان طلق زوجته، فقيل له أنت طلقت؟ قال لا، قال احلف بأنك ما طلقت، ما يصح لأن الأيمان مدخلها في اليمين، مدخلها في الأموال، وهو سبب إيش؟ وهو سبب ضعفها، واضح؟ ولماذا أدخلت اليمين في الأموال كما أنه جاز المرأتين في الأموال؟ لأن الأموال حقوق، ولأن الأموال مما تعم به البلوى، واضح؟ تعم به البلوى وكل الناس تتعامل لأنه هو شريان الحياة، فلهذا تسومح فيه. أما المسائل الأخرى هي لا تعم بها البلوى، فلهذا بقي فيها مع الأصل، فشاهدين لابد أن تثبت بكامل إثباتات الحقوق، واضح؟ لا، الطلاق هنا في الحقوق الآدميين لا، هنا في العبادات، واضح؟ تارك الصلاة للجحود جحودا بها ليستتاب ثلاثا، هذا ما يوجد واحد تارك صلاة جحودا، هي غير افتراضية يفترضها. كل الناس يقولك لا الصلاة فرض وحق ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول له تاب الله علينا وعليك. وبهذا نكون قد أكملنا كتاب القضاء. بقي معنا كتاب أخير الذي هو كتاب الإقرار، وهو ملحق بالقضاء، وقد يصح الإقرار حتى عند غير القاضي، نكمله في الدرس الأسبوع القادم. وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.